والوصول إلى يعني صناعة القرار. هذا يتطلب نضال ديمقراطي قوي. هل الأحزاب الأردنية عندنا جاهزة لهذا النضال الديمقراطي أم أنها يعني لأنه إذا لاحظت قبل شوي إحنا حكينا، بدي أسأل بسؤال، أنه بعض الأحزاب اليسارية كانت أو حتى اليمينية يطرح برنامج جماهيري شعبي ويمارس عمل النخبوي بالتقرب إلى الحكومة وينفذ ويشارك في الأداء الحكومي، وما زال برنامجه الجماهير الشعبي مطروحا. أليس هذا أيضا تناقض في بعض المواقف الحزبية؟ يعني هنا أنه الأحزاب نفسها ما عندها، أو طبعا مش الكاملة مش بالمطلق، ما في عندها طريقة نضال ديمقراطي حقيقية. أنا أول شيء بداية يعني بهمني أثبت مسألة، عندنا قناعة يعني كحزب ما في إرادة سياسية في البلد تريد ديمقراطية وإصلاح سياسي، دعونا يعني وهذا واضح. وهذا الكلام بالمناسبة بعض حتى ممن هم موجودين بالسلطة يعني عندما يتحاور بشوية ارتياح يشعر ويستطيع أن يسرب هذه القناعة، ولكن هذه إلها يعني تمت إلها ملموسية في مول. ما في نية، لو في نية يعني احنا عدنا من 89 احسبها 22 سنة، يعني كان قطعنا مرحلة معقولة في عملية الإصلاح السياسي. أما الحديث عن جاهزية المواطن الأردني، ألا إشي الحقيقة مؤسف أن نوصف مواطننا الأردني الذي يمتاز بأنه نسبة التعليم في الجامعي والتعليم العادي من أرقى الدول العربية. مش شرط دكتور. لا مش شرط دكتور. لا طبعاً. لما مواطنك مش لاقي يأكل. خلينا ما بفكر سياسة. خلينا نكمل لك نحكي على الأكل. ما إحنا نحكي على الإرادة السياسية. الإرادة السياسية مرتبطة. لا خلينا نحكي على الأكل. لا وحتى بنحكي على الأكل، يعني هو الذين يتباكون على لقمة عيشه. لقمة عيش الإنسان الأردني لن تتحقق إلا من خلال عملية إصلاح سياسي، عندما يصبح بمقدور الإنسان الأردني أن يحاسب اللصوص الفاسدين الذين سرقوا ثروات البلد. شوف لا أحكي لنتكلم، المجتمع الأردني بالسنتين شهد تغييرات اجتماعية حتى بالمفاهيم كبيرة. أجيب يعني على سبيل المثال في الهتافات لما كانوا يمشوا في الحراكات كانوا يقولوا ما بدنا مكرمات بدنا حقوق. شو معنى ذلك؟ معنى أنه يريد المواطني. ما معنى دولة المواطنة؟ دولة القانون. ما معنى دولة القانون؟ أنه الناس تتساوى جميعا أمامها. هذا ما اختلفنا، لا لدينا عليه، وإحنا أشرنا على الفاسدين بالأسماء وتحولوا الحمد لله أشرنا عليهم. حسن جميل، بس دكتور أشرنا عليهم وناس بتحكموا بنفس الشق، ودخلنا على المحور الآخر اللي بالحلقة الآن اللي هو علاقة الأحزاب بالشارع. ماشي. الأستاذ خالد بيقول الأحزاب لا تستطيع الوصول أو لم ما توصل الوصول للشارع، فهل بس بالانتخابات بما أننا بنحكي بنفس الموضوع. نعم يا عمي، مسألة الوصول إلى الشارع وعدمه هذه مسألة نسبية، كل حزب يعتقد. أنت شو المعيار؟ شو المقياس؟ شو المقياس؟ من يصل إلى من لا يصل؟ أنا بدي أجيب لك مثال بالحراك في فترات عز الحراك الذي كان يطالب بالإصلاح، قامت الجهات الحكومية بتحريك مسيرات واللي جابوا البلديات وعمال الأمان وكل هذه القصة. من كان المد الجماهيري أكثر، الأحزاب ولا كانت اللي طلعتوا فيه جماعة الأونط الآخرين اللي بمعنى يتحرك بهذا الكلام؟ هذا الكلام دعونا معلش، هذا برضو تيار سياسي ضد الحراك كمان، ماشي ضد حريته معلش. إذن الحديث بده يأخذ طابعه العلمي، كيف تقيم نفوذ هذا الحزب أو عدم نفوذه؟ هذا فيه بده استطلاعات. إحنا هنا نحجب عن الناس. خذ أجيب لك على سبيل المثال، هذه حكومة عدل سنة مشكلة، ليش ما عملش المركز دراسات الاستراتيجي ويعلن عن شعبية هذه الحكومة؟ لأنه شعبيتها في الحضيض، لأنه إلى آخر ذلك. وبالتالي التضليل الإعلامي الذي يمارس ضد المواطن الأردني إشي مهول، يعني بشكل مبالغ فيه. الإنسان الأردني يفتقر إلى قدرته أن يحصل معلومة محترمة بعيدة عن كل هذا الدجل. أنت تتكلم لسه بيقول لي أنت، إحنا في الفاصل تذكرت مسألة، ما معنى أن يغلق الإعلام الرسمي في وجه الأحزاب؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذه مسألة هامة. لماذا
الإعلان الرسمي أبواقه مفتوحة للمطبلين والمزمرين للسياسات التي جلبت الدمار على البلد. لا لا، هذه مسألة دعون، إذا أردنا أن نحاكم أنا بحطك أنت وأنا والأستاذ في نفس الظروف. لما نوضع بنفس الظروف بستطيع أقيس كفاءة الثلاث، أما إذا كانت ظروفك مختلفة عن ظروفي أنا ما بستطيع. في تباينات بتصير بين الناس، حتى الحديث يا أخوان والكل بتغنوا لي بالحركة الإسلامية ومع أنهم ضدهم بالنهاية، بس هلا من باب ضرب، من باب ضرب اليسار بيعملوها. لكن أقول لك شغلي، حتى هذه الحركة إلها ظروف نشأتها، قعدت 40 سنة 50 سنة ماخذ كل راحتها بمشاريعها الاقتصادية والنشاط إلى هذا هذا، وبالتالي المقارنة مش كمان مش دقيقة إلى آخر ذلك. يعني إحنا خليهم يقدموا حالهم كحزب مستقل بعيدا عن جمعية الإخوان المسلمين، نستطيع نكتشف حجم الامتداد. بس لا، بصراحة الذي يجري مش طبيعي، يعني مش صحيح. القانون الانتخاب لا صار صوتين ولا شو، صوت واحد. هذه قضية 15 القائمة، والله أنا من عارف يا أخ خالد، والله يا أخوي يا خالد، إنه الآن أنا بتوقع لو أعمل استطلاع بالأردن كله كلهم داخليا بقول لك هذا القانون خراب بيت، ببساطة بيقولوا عنه. هلا إذا بدنا نعطي، إذا بدنا نعطي بعد سياسي أعمق بنقول هذا مزق الأردنيين، هذا دمر، هذا دمر الحياة السياسية ممتاز. الآن خالد، بس معي اتصال وبرجع لك. خالد أسعد العزام، مساء الخير. مساء النور، حيا الله يا سيدي. يا هلا، الله يخليك يطول عمرك، وتحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك، حياك الله. تفضل يا سيدي. صديقي الغالي دكتور سعيد دياب السيدي، الله يخليك. الله يخليك سيدي العزيز. بالبداية أنا بحب أنوه انه في فكره غايبه عن المواطن الاردني، انه فكره الاحزاب السياسيه هي مؤسسات مدنيه اردنيه تعمل وفق القانون والدستور الاردني، شأنها في ذلك في شان يعني شان اي مؤسسه حكوميه اخرى، وهي في النهايه مؤسسات وطنيه اردنيه، ولا يجوز تجريد بعضها من وطنيتها او اقصاء البعض الاخر. جميل. الشغله الثانيه سيدي، عامل الخوف من الانتساب للاحزاب السياسيه تكون خلال فتره طويله وعبر العديد من المواقف السلبية اللي أدت إلى عزوف المواطن عن قبول فكرة الانضمام للأحزاب السياسية. نعم. وهذا طبعا يتطلب جهد حقيقي ومتواصل لكي يزول ولكي نزيل هذا التخوف من عقلية المواطن الأردني من خلال يعني نشاطات وورش عمل إحنا كنا قايمين فيها كوزارة التنمية السياسية وشؤون برلمانية. وهذا كمان يعني هنا بالنقطة كمان بحب أذكر موضوع أنه الأحزاب عليها دور كبير، أنه يعني لما الوزارة أو أي جهة حكومية أو أي حتى ولو كانت مدنية بتدعو لهيك أمور لموقف معين من أنه والله إحنا ضد فلان ضد فلان من قاطع هذا العمل، هذا في برضو في قصور شوي من بعض الأحزاب اللي تنتهج هذا النهج، لأنه إحنا كل يعني كليتنا ك حزبيين ولا غير حزبيين كلياتنا بالنهاية المواطنين الأرديين نسعى لخدمة هذا الوطن. أكيد. في عنا شغلة أهم ورئيسية. نعم. إنه لإزالة الخوف من الانتساب للأحزاب لابد من تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية اللي تعطي دفعة للأمام وتعطي الحرية للأحزاب، وهي في مقدمتها طبعا قانون الأحزاب وقانون الانتخاب. فهذول القانونين أو بالذات قانون الأحزاب لابد من تغييره وتعديل هذا القانون، ولابد من مشاركة الأحزاب السياسية في وضع مسودة مشروع القانون. فيسيدي أنا حبيت أني أدخل بهذه المداخلة القصيرة وأترك المجال لكم سيدي. شكرا لك. وبالنهاية بقولكم تحية لكم كلياتكم وشكرا لكم. حياك الله يا سيدي. يا هلا أهلا أهلا أستاذ خالد، كان عندك تعقيب، تفضل يعني تعقيبك ونعود للتساؤل أستاذ أسعد العزام حول مسألة الرهبة الأمنية. هاي الخوف يعني بتحكي لي على واحد، احنا اللي المثل التقليدي اللي بتلدغه الحي بايده بيخاف من جرة الحبل. تمام. فبناء فترة طويلة جدا من السنوات انه دير بالك لا تطلع انت، خلي ابن جيراننا يروح. تمام. هاي التفاصيل مش بسهولة تمسح من عقلية المواطن. والله شوف، انا بدي احكي يعني شغلة مختصرة. جميل. يعني اعتقد اي حزب او مؤسسة يعني لما يكون هدفها فعلا المواطن مش المنصب، اعتقد انه اموره بتمشي بكل سهوله. هاي قناعتي الشخصيه.
عرفت علي؟ ولكن انا يا سيدي بدي افترض الاجهزه الامنيه والحكومات وكل شيء قاعده انها بتعطل بالاحزاب و الى اخره. طيب انا السؤال اللي يعني اللي بدي اساله للدكتور سعيد الدياب، الان احنا عشنا فتره حراك وفتره يعني خلينا نقول متنفس واسع ويعني وانها يعني الحكي اللي نحكى في والشعارات اللي انطرحت يعني اعتقد موضوع الرهبه اللي احنا بنحكي عنه راح، عرفت علي كيف؟ واعتقد فتره كانت اللي يعني اللي بده ينتظم بحزب سياسي وانه واجد نفسه انه لا لازم احنا التغيير ولازم انه نتقدم الى الامام، اعتقد كان يعني الفرصه مناسبه انه هذا الحراك اللي احنا شفناه يعني الاحزاب انها تستقطب، خلينا نقول الحركات اللي طلعت الغير منتظمه انه الاحزاب انه تيجي هاي تنظمها اذا كانت فعلا في هناك يعني دافع حقيقي من اجل انت تغير. ولكن احنا اللي شفناه كل شيء انشراخ، الحراك صار حراكين و الى اخره، ليس لانه يعني هاي الحركات انها هدفها واحد، لا احنا يعني الان يعني انا بالنسبه لي شخصيا يعني الربيع العربي كلياته هذا اللي احنا شفناه انا بالنسبه لي لم يكن اكثر من مسرحيه، شايف مسرحيه انتهت في يعني انتهت الان في مصر، واحنا شفنا ايش يعني اللي صار في 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 موضوع الشارع المصري، وشفنا كيف الحزب الواحد لما بده يوصل للحكم ايش بده يسوي، بده يسيطر على السلطه وبده يحكم 500 سنه بدي اياها مع كلمه اخيره، يعني مداخلتك مع كلمه اخيره لانه يبدو ادركنا الوقت. يعني نحن مع التعدديه السياسيه اللي بتحمل الهم الوطني، البرنامجها الاردن، يعني بنطلق برنامجها من الاردن وثم هذا الاردن بيمتد الى محيطه العربي وبيمتد الى محيطه الاسلامي مش العكس. شكرا جزيلا استاذ خالد. دكتور سعيد كلمه اخيره، ادركنا الوقت احنا يعني اليوم. هو الكلمة الأخيرة أن التعددية السياسية لا يمكن أنها تنتعش بالبلد إلا إذا توفرت مجموعة من العوامل، في المقدمة منها مسؤول دائر الأحزاب في وزارة التنمية وفي رئاسة الوزارة أسعد الله. مو لك في تغيير، يعني النخب السياسية لا تؤمن بالتغيير، الحكومة هي اللي مليح شيء إيجابي بده يغير قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، شيء إنجاز للأسف يعني. شايف لا أنت ما بدك بس هو بده. لا والله شايف على كيف الإرادة السياسية للرد السياسي، احنا بدنا بس احنا بدنا قوة تنفيذية الأردن. هذه هي مسألة. اثنين اللي بيجي بقول لك انه تنبع من الاردن، احنا مش عايشين يعني بمعزل عن واقع محيط فينا، الاردن امنه واستقراره وتطوره كله مرتبط بمحيطه العربي، وبالتالي الرؤية تنطلق من ان الاردن بعمقه العربي، هنا ترسم السياسات. ولا لا ضير انه نحن جزء من الأمة العربية، ولا ضير من اني انا يشاطرني الهم بدعم النضال الوطني الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني، لانه واهم من يعتقد انه الاردن بظل بخير اذا تركنا ولم نتصادم مع المشروع الصهيوني. هذه مسائل على فكرة احيانا ضمن التضليل انه الاردن طيب انا وهو احنا شو بنشتغل؟ معنا نشتغل الاردن. الاردن انا بدي اياه الوطن الديمقراطي المتصادم مع المشروع الصهيوني، هذا هو الذي يعطي للأردن قوته وحيويته، وبالتالي يوفر الأرضية لديمقراطية حقيقية إن شاء الله بالأردن إن شاء الله. الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني الدكتور سعيد الدياب، شكرا لك. الأستاذ خالد فخيدة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لكم وشكرا لوجودكم معنا هذا المساء. طبعا أعتذر لبعض الاتصالات التي لم نستطع أن نجب عن تساؤلاتها، الفكرة يبدو اتضحت تجاه العلاقة ما بين الحكومة والأحزاب، وتبقى الفكرة قابلة للنقاش والحوار في حلقات قادمة وقادمة وقادمة. أعزائي المشاهدين، شكرا لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.